ما طلعوا يعني الطلعه كانت الموسعه علينا بكافه الاسلحه، واحنا ناس ما نمتلك اي سلاح وناس مواطنين عاديين بسطاء كل شيء ما عندنا، فقتلوا من عندنا 5 نفرات واخذوا الاطفال والنساء والشياب، يعني اخذوهم في فتره 6 اشهر بالسجون. بس كفاية. الغاية من قطع المياه عن هذه الناس، لأنه الناس كانت تعتمد اعتماد جذري على حياتها الطبيعية، لأنه ما كانت خاضعة إلى نظام صدام حسين. بعد تجفيف هذه الأهوار، الغاية من أنه هذه الناس حتى تصير تحت إطاحته، لأنه بعد أنه الإنسان اللي ما يملك قوت يومه يعني ما يقدر بعد يكون خاضع، مثلا يعني راد أن يجوح هاي الناس حتى تطيعه. We've been racing at camp since.